أخبار اليوم. دكتور أشرف، يعني عندك الملف أو الهيدلاين اللي الدولة كلها دلوقتي بتتكلم، بتقول إحنا عندنا 2030. 2030 فيها كل الاستراتيجيز اللي الدولة بتشتغل عليها وبتفكر فيها الفترة اللي جاية. ولكن اسمح لي أقول لك بمنتهى الصراحة إنه لو جينا نتكلم عن تفصيل 2030، عن خطوات 2030، محدش فاهم أو لسه ما هياش واضحة إيه اللي هنعمله in the coming year, in the coming 3 years, in the coming 4-5 years. فإحنا 2030 بالنسبة لنا عنوان، ولكن اللي تحتيه إيه عشان نقدر نإنجيج كلنا كمجتمع أعمال، يعني entrepreneurs، مجتمع أعمال، الناس عندهم فيجن للتطوير مش واضح. فالمشكلة فين وهتعملوا إيه في الحكاية دي؟ يعني أولا مساء الخير وكل سنة طيبين ورمضان كريم. شكرا على الدعوة، سعيد إن أنا أكون مع حضراتكم في هذه السهرة الرمضانية. يعني زي ما حضرتك بتقولي الحقيقة، وزي ما معالي الوزيرة داليا فكرت، احنا الحقيقه عندنا حلم كبير جدا. انا من الناس اللي بتقول ان مصر يعاد بناءها من جديد. يعني كلنا مدركين حجم التحديات والمشاكل والصعوبات، مرينا في تأثيري بفتره صعبه جدا جدا، او يعني من اصعب ما تكون خلال السنوات الاخيره اللي فاتت. بدانا الحمد لله في مرحله تعافي ومرحله استقرار على كل الأصعدة، على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. ما زالت التحديات كبيرة مش قليلة. كان مهم جدا إن إحنا في يعني في وسط كل هذه الأحداث ووسط كل هذه التحديات إن إحنا كمان نبص للمستقبل. طب يعني مصر اللي إحنا بنحلم بيها الجديدة دي عايزة يعني عايزينها تكون عاملة إزاي؟ الحمد لله بمشاركة واسعة جدا، مجتمعية واسعة جدا، من مع الخاص، مع المجتمع المدني، مع الاي اف اي، مع المؤسسات الدوليه، مع الحكومه طبعا. قعدنا سنتين بنشتغل على الاستراتيجيه مصر 2030 اللي كنا فيها بنقول احنا عايزين نكون عندنا اهداف طموحه جدا، يعني طموحه جدا، ولكنها في نفس الوقت واقعيه. يعني احنا بنشتغل عليها تمام كتير، قعدنا نتكلم عليها كتير قوي. يعني بنقول مصر تكون بحلول عام 2030 من افضل 30 دولة من حيث التنافسية في الأسواق. احنا بنتكلم على مصر 116 من حيث حجم الاقتصاد، من حيث التنمية البشرية، من حيث مكافحة الفساد، من حيث جودة حياة المواطنين. كلها أهداف طموحة جدا لكنها كمان واقعية. يعني دايما الناس لما تيجي نتكلم على تنافسية الأسواق مثلا، يعني دايما في مثال أنا دايما بذكره بس حابب أكد عليه، ان احنا مثلا النهارده 116، مصر اخر تقرير 116 في التنافسيه، عايزين نطلع ل 30. فيقول لك يا اخي يعني هتقدر تطلع من 116 ل 30؟ هتقدر تطلع. يعني الاي سي اس وهم بنعلن المركز المصري للدراسات الاقتصاديه وهو بنعلن التقرير التنافسيه ونتائج التقرير، وعمل استفسار لطيف جدا وقالوا ماذا لو نجحت مصر في تحقيق نفس الاصلاحات اللي حققتها دول عربيه شقيقه، مش دول زي المغرب وزي الاردن. لو حققنا نفس الاصلاحات اللي عملتها المغرب والاردن مثلا، مصر ضغط استخدامها من ال 116 لل يعني للاربعينات في مباشره، مجرد نفس الاصلاحات اللي حصلت. معناها ان هي صح هدف طموح جدا، لكن واقعي نقدر نعمله، مش ما نقدرش لكن نقدر نعمله. علشان نعمله في طبعا تحديات، احنا كمان صنفنا التحديات. يعني الشغل اللي بعمل الشغل كويس اللي بعمل ان صنفنا عملنا ليست بالتحديات كلها، كل المشاكل ممكن ان احنا يعني ما شاء الله شاطرين جدا في التحديات. يعني لما قعدنا عملنا كده كذا ورك شوب وقعدنا زي كده لطيفه ونقول يا جماعه ايه بقى التحديات، الناس ما شاء الله قالت التحديات يعني ايه، ما فيهاش اول من اخر.